وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باكو سعادة السيد خالد بوعنغ عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، وهل لك أن تحدثنا عن أعمال الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الوفد البرلماني البحريني خلال مشاركته في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية؟ تأتي زيارة وفد الشعب البرلماني إلى جمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان الصديقة برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية في إطار تعزيز التعاون البرلماني البحريني أذربيجان. لا شك أن الدورة ومساهمات الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون مع مجالس الدول الصديقة في كافة المسارات التنموية تأتي انطلاقا من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. شهدت الزيارة عقد جلسات ومباحثات رسمية برلمانية برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيدة صاحبة قوف وروفة رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان، حيث تم بحث سبل التعاون الثنائي المشترك وتبادل الخبرات على مستوى الأعضاء والأمانة العامة في المجالس التشريعية. وخلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين بفضل رعاية القيادة الحكيمة وتوجيه دعوة لمعالي رئيس البرلمان أذربيجان لزيارة مملكة البحرين وتوقيع اتفاقيات التعاون والتفاهم المشترك. وفي إطار التنمية وتقوية العلاقات المشتركة تم التأكيد على دعم وتفعيل اتفاقيات الموقعة بين البلدين الصديقين وفتح مجال أرحب من التعاون الشامل بجانب التنسيق المواقف الثنائية في محافل الدولية البرلمانية. سعادة السيد خالد بوعنغ عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.